ننمي فينا المدارك للفايز الله يبارك ونقول مبروك عليك أثار بعد الأماجد قلاع حصون ومساجد نسألكم نسرد مشاهد مبروك مبروك عليك ننمي فينا المدارك للفايز الله يبارك ونقول مبروك عليك أثار بعد الأماجد قلاع حصون ومساجد نسألكم نسرد مشاهد مبروك مبروك عليك المحرقيرة مجيدة بوابة أرض السعيدة هات الإجابة الأكيدة ونقول مبروك عليك محافظة المهرة درة شرق اليمن تعتبر واحة يستريح فيها الزائر ليستمتع بأريج الماضي ويتطلع إلى عبق المستقبل المشرق بثقة. الرؤوس البحرية فيها تتعانق وقمم الجبال، بيئة نظيفة بدون مكياج، حباها الله بجمال أخاذ وأتقن سبحانه وتعالى صنعه في تكوينها الجغرافي والبري والبحري. المهرة محافظة غنية بتاريخ موغل في القدم وموروث حضاري وثقافي فريد من نوعه يحكي مختلف المراحل والحقب التاريخية التي عاشها أبناء هذه المنطقة، وهناك عدد هائل من المواقع الأثرية والمناطق التاريخية التي ذكر أغلبها في كتب المؤرخين والباحثين اليمنيين وكذلك الرحالة المستشرقين، إضافة إلى مناطق السياحة الصحراوية في حات وشحن خاصة الأجزاء الجنوبية منها. أما مناطق السياحة البيئية فأهمها منطقة حوف الخضراء ومحميتها الطبيعية وغابتها الفريدة التي توصف بأنها مركز التنوع الحيوي والواحة الضبابية في الجزيرة العربية. وتشتهر سواحل المهرة بالرؤوس البحرية المتعانقة وامتداد طولي لبعض الجبال إلى وسط البحر في منظر طبيعي أبدعه الخالق. ومن أشهر تلك الرؤوس البحرية رأس فرتك، رأس نشطون، رأس الفنطاس. وتشتهر محافظة المهرة بأشجار اللبان وصناعة البخور ونشاط تجاري متميز لكونها الشريان الرئيسي لتجارة اليمن مع بعض دول الخليج العربي، ويشكل ميناء نشطون حركة تجارية في صيد وتصدير الأسماك. وتسكن أبناء المهرة الروح الطيبة ولا يزال فيهم نبض للماضي بكل ما فيه من عادات حسنة، ويجد الزائر الحيرة وتمتلكه الغرابة حينما يلتقي لأول مرة بأبناء المهرة، حيث يسمع أول عباراتهم الشهيرة خبور خبور خير. أيها هاي خبركم السلام عليكم خبور هاي أم هاي كيف حال حال الله أتم هاي الحمد لله يا هاي سهل. قد تهجز عن التفسير لمعنى الكلمة، لكنهم سرعان ما يخبرونك أن المهريين حينما يلتقون ببعضهم أو مع زائرهم تكون أول كلماتهم هي تلك. وعندما نبحث عن معنى الكلمة نجدها تعني كيف الحال أو إيش أخبارك وعلومك أو أهلا وسهلا. وحظيت الإبل المهرية باهتمام الشعراء الذين عبروا عن صفاتها خلال قصائدهم واشتقوا منها الصور البلاغية الجميلة،
وحول قوة الإبل المهرية وصفاتها، تزعم العرب أن فحولاً من الإبل المتوحشة أو الحوشية إبل الجن ضربت في إبل لمهرة بن حيدان فنتجت النجائب المهرية التي لا يكاد يدركها التعب، وهي تسبق الخيل، وقد زاد بعضهم في صفاتها فقال لا يعادل بها شيء في سرعة جريها وعدوها من كرام الإبل. والفنون الشعبية عنصر أساس تقوم بممارسته جميع الشرائح القبلية، وتختلف هذه الألعاب من حيث الطريقة في الاستعراض. ومن الرقصات الشعبية المعروفة في المهر الكبارة، وهي اللعبة الأكثر شعبية في منطقة سيحوت، توارثها أهل المنطقة وتقام في عيد الأضحى، وتشمل رقصات شعبية جميلة وقصائد، وكلما اقترب العيد يزداد الحديث عنها، وهي تراث أصيل وعادات وتقاليد فلكلورية قديمة توارثها الأبناء عن الأجداد. أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الرمضاني، برنامج مبروك عليك. أعزائي المشاهدين، أنا الآن في ساحة منفذ ميناء جمرك شحن البري الدولي. هذا المنفذ المتميز وإحدى معالم محافظة المهرة والمحادد لسلطنة عمان الشقيقة. أعزائي المشاهدين، في هذه الحلقة الجميلة والرائعة أتمنى لكم طيب الأوقات للاستمتاع في فقرات هذه الحلقة وما سنقدمه لكم فيها. هدانا دانا ويلي من عجبش ويلي ودانا دان هدانا دانا من عجبش احت ويلا ودان هدانا دانا عجبش بارد بت ودانا دان هدانا دانا من عجبل يحت ليلا ودان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ والله طيب الحمد لله. ايش اخبارك؟ والله زين الحمد لله. كيف معنوياتك؟ والله الحمد لله على كل حال. طيب انا اشتي اسالك ثلاث اسئلة، إذا جاوبت معي على سؤالين أنت رابح معي جائزة. إن شاء الله. سؤالين فقط. وإذا جاوبت على سؤال واحد فقط وسؤالين لا الجائزة تسقط. إن شاء الله. ايش السؤال؟ موافق؟ إن شاء الله موافق. السؤال الأول يقول خلي بالك معي. ميناء بري. ميناء بري، هذا الميناء يستخدم طبعا لدخول البضائع المسافرين بين اليمن وسلطنة عمان، وهو في المنفذ الحدودي لمحافظة المهرة. ما اسم هذا الميناء البري؟ ميناء شحن. طبعا ميناء شحن. شحن تأكد اجابتك؟ لا 100% 100% تأكد منها. يمكن يكون ميناء اخر. لا شحن. شحن إجابة صحيحة. إجابة صحيحة، نعم إجابة صحيحة على هذا السؤال. لكن نسألك سؤالين باقي لك أنت عشان تفوز سؤال واحد. السؤال الثالث هكذا من عندنا بس. على طول حتى ولا 10 مو طيب. إن شاء الله حتى 10 أسئلة ما عندي. طيب السؤال يقول خلي بالك مركز معي تماما. خمسة أمور أعطيت للرسول صلى الله عليه وسلم، خمسة أمور أعطيت للرسول صلى الله عليه وسلم لم تعطى لنبي قبله، ما هي هذه الأمور؟ خمسة أمور أعطيت للرسول صلى الله عليه وسلم. أول شيء الأمور مبشر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بأخلاقه. خمسة أمور أنت تقول صح؟ يعني لم تعطى لنبي قبله. خمسة أمور ما في اختيارات يعني ولا شيء أبدا. خمس أمور أنا حسب يعني رأيي أنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب، كان أميا لكن كان أخلاقه أخلاق طيبة وله صفة عالية بأخلاقه، حتى الله ذكره في القرآن إنك على خلق عظيم. هذه اللي عندي بس، هذه اللي عارفها أنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. خمسة أمور لم تعطى لنبي قبله. ماشي إجابة ثانية. ما سؤال ثالث، نسألك سؤال ثالث يمكن تعوض إن شاء الله بإذن الله. ما هو الحيوان الذي إذا شرب الماء يموت؟ الحيوان الذي شرب الماء يموت؟ إذا شرب الماء يموت. حيوان تحاول تعطيني اختيارات أو شيء سهلة. يموت استعين بالجمهور يعني. سهل ما أول مرة أسمع فيها. ماشي اختيار أو شيء.
او تغير سؤال ثاني، خلي رياضي شويه او شيء ثاني. تمام، انت تحب الرياضه؟ ايه لي في الرياضه. هذا السؤال حاول تغيره لي. السؤال هو السؤال الاخير مره ماشي غيره. انت معك اجابه سؤال واحد، وهذا السؤال الاخير الذي اذا يعني اجبت عليه بتحصل على الجائزه. حيوان اذا شرب الماء يموت. حيوان شرب الماء يموت. اكيد السمك اذا بدون ماء يموت. السمك بدون ماء يعني اذا خرج من الماء يموت وسط الماء كيفه؟ لا اذا خرجنا يعني، بس انت قلت الذي يشرب الماء اذا شرب. ماشي اختيارات. انا كنت اتمنى انك تجيب معي على السؤال وتربح معنا جائزه، لكن احنا كسبنا ان احنا نشوفك. الله يحفظك. ظافر لحظه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. مبسوط؟ مبسوط الحمد لله. اين انت؟ والله انا من حاد. من حاد؟ يا سلام. هذا الوادي ايش اسمه؟ وادي شموت. هذا وادي شموت فين؟ في 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 وادي حاد. وادي حاد اكبر وادي في وادي حاد هذا. يا سلام جميل. اذا انا بسالك ثلاث اسئله، ما ان احنا التقيناك في هذا الوادي العظيم، نسالك ثلاث اسئله. اذا جاوبت معي على سؤالين انت رابح معي جائزه، ما جاوبت على سؤالين انت تروح طرف الوادي وانا اروح الطرف الاخر. تمام. طيب سؤال يقول، خليك معي مركز، خليك معي مركز، لانه تسمع سؤال وتفهم السؤال بتعرف الاجابه. سؤال يقول: ميناء بري، ميناء بري وليس بحري، ميناء بري. هذا الميناء هو يشكل ميناء جمركي هام لمحافظه المهره، على الحدود اليمنية المهرية والعمانية. هذا الميناء ما اسمه؟ أريد إجابة سريعة، أريد إجابة سريعة لهذا السؤال. أكيد هو ميناء شحن البري. ميناء شحن البري، إيش عرفك؟ لأنه ميناء في مديرية شحن وغريب من صدمة عمان. جميل جميل جدا، إجابة صحيحة، إجابة صحيحة وموفقة. نعم أعزائي المشاهدين الكرام، الميناء الجمركي البري الهام لمحافظة المهرة هو ميناء شحن الذي يقع في مديرية شحن. نعم إجابة صحيحة حصلنا عليها من هذا الأخ الكريم. اسمك؟ سلم الأخ مسلم محمد حسن. سلم محمد حسن من مديرية حاد. مديرية حاد. طيب يا مسلم، أنت الآن السؤال الأول جاوبته إجابة سديدة وسليمة وسريعة، ولكن أتمنى أن تكون بنفس السرعة وبنفس الإجابة السليمة والصحيحة حتى تربح معنا ونقول لك إيش؟ مبروك عليك. بس لحظة، إن شاء الله أنا أتمنى أنك تفوز بالجائزة، لكن ركز معي على السؤال. السؤال يقول: نسبة الماء في الكرة الأرضية تساوي نسبة الماء في جسم الإنسان، كم تبلغ هذه النسبة؟ بعطيك خيارات، بعطيك خيارات. هل تبلغ النسبة 12% أم تبلغ النسبة 55% أم تبلغ النسبة 70%؟ 70%. تبلغ 70%. متأكد؟ 70%. متأكد؟ ليش ما تكونش 55؟ ليش ما تكون 55؟ نسبة الماء في الكرة الأرضية، في الكرة الأرضية تساوي نسبة الماء في جسم الإنسان، ليش ما تكونش 55؟ لأن الكرة الأرضية تكون يعني نسبة الماء كثيرة. نسبة الماء كثيرة بس ونسبتها في جسم الإنسان هي سواء، يعني لازم تكون النسبة متساوية. تقول 70. 70. انت متاكد انها 70؟ متاكد. سبحان الله العظيم. اعزائي المشاهدين، نسبة الماء في الكرة الأرضية تساوي نفس او مساواة مع نسبة الماء في جسم الإنسان، وسبحان الله. طبعا الإجابة على هذا السؤال ما لها؟ إجابة صحيحة، إجابة صحيحة وموفقة على هذا السؤال، وهي ان الذي يقول ان نسبة الماء في الكرة الأرضية هو يساوي نسبة الماء في جسم الإنسان، كم تبلغ؟ 70%. نعم. طيب السؤال الثالث، انت فايز معنا تستحق جائزه، بس نسالك سؤال ثالث، السؤال الثالث لابد منه. مستعد للسؤال؟ ما هو الطائر الذي اذا اصدر صوتا في مغاره لم يرتد لصوته صدى، او لن يرتد لصوته صدى؟ ما الطائر الذي اذا اصدر صوتا في مغاره لن يرتد لصوته صدى؟ دائما الانسان في مغارات احيانا في كهوف، لما تدخل المغارات تعطي الصوت تسمع ايش؟ صدى، صدى. ما هذا الطائر الذي اذا اصدر صوتا في مغاره لن يرتد اليه صدى؟ الغرابه.
ما هو الغراب؟ مدري ما صوت الحمام. لا ما هو الحمام. ايش مصوت ما؟ حاول. ما عرفت ما. ما عندك معلومة؟ لا. طائر، هو طائر معروف. يعني الطائر ايش عندنا؟ طائر الحمام. لا طائر معروف يربى احيانا. على كل حال انت رابح معنا في هذه الاسئله التي اجبت عليها. كان السؤال الاول ايش يقول؟ ما اسم الميناء البري الجمركي؟ ميناء شحن. والاجابه الثانيه، كم تبلغ نسبه الماء في جسم الانسان التي تساوي نسبه الماء في الكره الارضيه؟ وكانت الاجابه 70%. 70% اجابه صحيحه موفقه. وباجابتك لهذين السؤالين، لان احنا اشترطنا جاوب على سؤالين تربح معنا. ما سالناك السؤال الثالث ما لانك ما استطعت الاجابه عليه. طبعا لو كنا سالناك بدل السؤال الثاني كنت بتخسر، بس بنعوضك كنا بالسؤال الثالث وربما قد تجيب عليه. لكن انت الان فائز معنا وتستحق ان نقول لك مبروك عليك. عليك جائزه قدرها 10,000 ريال. هذه الجائزه مقدمه من محافظه المهره من محافظ المحافظه. مبروك عليك الجائزه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. كيف حالك؟ طيب. طيبة. كيف الأمور؟ الحمد لله. طيب. جميل الابتسامة هذه. ابتسامتك. بطرح لك ثلاثة أسئلة. أشيك تجيب على سؤالين فقط. تجيب على سؤالين من ثلاثة أسئلة. إذا جاوبت على سؤالين أنت رابح معي جائزة. جاوبت على سؤال واحد جائزة مالها؟ جائزة تسقط. سؤال يقول ما هو الميناء البري الذي تستخدمه محافظة المهرة؟ وهو على حدودها مع سلطنة عمان للبضائع والمسافرين. شحن. منفذ شحن. منفذ شحن. متأكد؟ متأكد. متأكد. منفذ شحن البري. منفذ شحن البري. إجابة صحيحة. صحيح. صحيح. نعم. طيب باقي لك عشان نكمل الفرحة ونصفق لك ونقول لك مبروك عليك، باقي لك الإجابة على سؤال واحد. لا سؤال طيب إن شاء الله، سؤال طيب. ما هي الأمور الخمسة التي أعطيت للرسول صلى الله عليه وسلم ولم تعطى للنبي قبله؟ الأمور الخمسة، والله الأمور الخمسة أعطيت للرسول صلى الله عليه وسلم ولم تعطى للنبي قبله. الصلاة. والله سؤال صعب. سهل سهل سهل. خيارات طيب عطنا. لا ما خيارات، هي تعدد واحد اثنين ثلاثة هي خمسة. خيار في ايش؟ في الاول ولا في الثاني ولا في الثالث؟ كله خيار. اسمع والله ما داس ولا ما عرفت السؤال. هو غير سؤال ثاني ممكن. طيب السؤال الثالث ما اسم الصحابي الذي اكل من الشاه المسمومه التي قدمت للرسول صلى الله عليه وسلم؟ اكل مع الرسول صلى الله عليه وسلم من الشاه المسمومه التي سممتها اليهوديه، المراه اليهوديه زينب بنت الحارث، وأكل منها وفمات. ما اسم هذا الصحابي؟ الصحابي ما في خيارات؟ خيارات لا، لأنه سهل. ما ممكن دقيقة بس استشير حد يعني. استشير. وين هذا المطوع؟ تعال بنسمعك سؤال بس. تعال دقيقة. تعال. هذا المطوع يمكن فاهم رجال. تعال دقيقة بالله دقيقة. ما اسم شو؟ فهم رجال. تقسم الجائزة معه ولا ما في مشكلة؟ تقسم الجائزة. تعال تقسم الجائزة. تعال هذا رجال مطور. خليك هنا. طبعا السؤال الثالث هو بيقتسم الجائزة معك. السؤال الثالث بس إذا جبت عليه إن شاء الله. قول إن شاء الله بإذن الله. السؤال الثالث يقول ما اسم الصحابي الذي أكل من الشاه المسمومة التي سممتها اليهودية، المرأة اليهودية زينب بنت الحارث، أكل مع الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الشاه فمات، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما مات هذا الصحابي أمر بقتل أو المرأة اليهودية. الصحابي الذي يعني أكل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الله صحابي ما أذكر شيء اسمه. عندما مات أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصاص من المرأة اليهودية لأنها هي التي سممت الشاه.
ما اذكر الصحابي. سؤال قلنا استعين برجال ما اذكر الصحابي. الصحابي الذي اكل من الشاه المسمومه فمات. اول انه سؤال معه الاخير جاوب على سؤال باقي له سؤال. ما هو الذي جاوب على السؤال؟ جاوب على سؤال يتعلق بمحافظه المهره منفذ شحن. جاوبنا على سؤال واحد، باقي السؤال هذا عليه. سؤال عليه جائزه. الصحابي الصحابي الذي اللهم صل على محمد. حاول احاول اتذكر ولا اعطى خيارات. لا ما في خيارات الا ضروري تعطي خيارات. احنا اعطيناك فرصه انك تسال يعني. احنا بن... طيب اخر فرصه غير السؤال خلاص. آخر ماشي اذكر. احنا سعداء سعداء بلقائكم. انا كنت اتمنى انكم تفوزوا معي والاسئله سهله وطيبه. كسبنا شوفتكم. الله يعطيكم الصحه والعافيه. الله. ميناء بري. هذا الميناء موجود في محافظه المهره في احدى مديريات محافظه المهره. يستخدم هذا الميناء للبضائع وايضا للزائرين وهو في على الحدود مع سلطنه عمان. ما اسم هذا الميناء؟ يمكن ميناء شحن. ميناء شحن متاكد؟ متاكد. يعني ما فيها لا روح ولا تعال. لا روح ولا تعال. واحده مره. واحده مره. إجابة صحيحة، إجابة صحيحة. يعني ما شاء الله الإجابة على السؤال الأول موفقة، إن شاء الله أتمنى أنك توفق في إجابة السؤال الثاني. إيش من سؤال تفضل؟ سؤال يقول، خلي بالك معي، السؤال يقول: ما هي الأمور الخمسة التي أعطيت للرسول صلى الله عليه وسلم ولم تعطى لنبي قبله؟ إيش الأمور؟ خمسة أمور أعطيت للرسول لم تعطى لنبي قبله. والله هذا شوية صعب علي يعني. لا لا سهل إن شاء الله، حاول. خمسة 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 أمور. أيوة أعطيت الله سبحانه وتعالى أعطاها للرسول ولم تعطى للنبي قبله. يعني الصلوات الخمس. لا لا الصلوات حتى كانت مفروضة يعني. مفروضة. نستعين بحد ولا شيء؟ حاول حاول باقي لك سؤال بنسألك. إذا ما عرفت هذا السؤال إن شاء الله تعوض بالسؤال الثالث. حاول. الأمور الخمسة ما أعطيت يعني هي ايش يعني الامور الخمسه هذه؟ والله ما ادري. طيب السؤال الثالث يقول: خلي بالك مركز معي، يعني اشتيك انا تكون مركز على السؤال لان السؤال يحتاج الى تركيز، اذا فهمت السؤال بتجاوب. السؤال يقول: اين يقع خط ماجينو؟ خط ماجينو في اي مكان يعني خط ماجينو؟ دفاعي. كانت هذا الخط طبعا من الخطوط الدفاعية التي كانت بعد الحرب العالمية الثانية. أين يقع هذا الخط؟ خط برلين. لا. إيش يعني؟ يقع خط هو خط من الخطوط الدفاعية التي قامتها إحدى الدول مع دولة أخرى بعد الحرب العالمية الثانية. والله بحاول لكن يعني ما عاد ما فيش استطاعه يعني. لا ما شاء الله دخلتك دخلتك معي طيبه واجابتك على السؤال الاول طيب. طيب باقي لك سؤال. باقي سؤال حتى تربح. ايش من سؤال هذا؟ هذا ما اين يقع خط ماجينو؟ ما اين يقع خط ماجينو؟ اين يقع؟ خط ماجينو بالدول الاوروبيه هذه. ايوه اين يقع؟ في المانيا. خط برلين في المانيا. لا لا يعني انا اريدك تقول لي اقامته الدوله كذا بين كذا وكذا. والله ما عرفت انا ما عرفت والله. الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يحفظك الاستاذ مسلم كلشات. حياك الله. الله يعافيك. تكفينا نحن نشوفك يعني وجودك يا اخي. الله يعطيك العافيه. هنا المهره انتم رائعين وانت كذلك يعني ما احجبك. اسالك ثلاث اسئله. إذا جاوبت معنا على سؤالين أنت رابح جائزة. جاوبت على سؤال واحد، سؤالين لا الجائزة ما لها تسقط. موافق؟ موافق. قول بسم الله. السؤال الأول يقول: أين يقع الميناء الجمركي أو المنفذ البري الهام الذي يربط المهرة بسلطنة عمان؟ ميناء جمركي هام يقع في مديرية من مديريات محافظة المهرة، أين يقع هذا المنفذ؟ مديرية شحن. مديرية؟ شحن. تأكد من كلامك. تأكد. مديرية شحن فيها ميناء
اللي جمركي في ابن جمركي كبير. طيب اذا اجابتك صحيحه بالنسبه للسؤال الاول، اجابه صحيحه نعم. يقع العزام المشاهدين الميناء الجمركي البري في مديرية شحن تابع لمحافظة المحرة. طيب خلينا نسألك السؤال الثاني. السؤال الأول تمام، السؤال الثاني إذا جاوبت معنا ستربح معنا جائزة، ما جاوبت السؤال الجائزة ما لها، جائزة تسقط، ما في شيء كلام. طيب السؤال الثاني يقول كم نسبة، طبعا نسبة الماء بالنسبة للكرة الأرضية هي نفسها نسبة الماء بالنسبة لجسم الإنسان، كم تبلغ هذه النسبة؟ نسبة أكيد نسبة الماء، الماء نسبة الماء للكرة الأرضية هي نفسها نسبة الماء لجسم الإنسان، كم تبلغ هذه النسبة؟ تبلغ خمسة. خمسة إيش؟ خمسة ملي. خمسة ملي، خمسة ملي يعني حاجة بسيطة يعني. نسبة الماء في الكرة الأرضية هو نفسه نسبة الماء في جسم الإنسان، جسم الإنسان كم تبلغ هذه النسبة؟ تبلغ 500 600 500 600 يعني نشتي نسبة مئوية. كبيرة نسبة مئوية. كم ايش من نسبة؟ انا بدوي والله مش داير. طيب ما في مشكلة، ما في مشكلة. النسبة المئوية هي شوف انت 5 ملي لا و500 لا لانه نسبة مئوية. طيب خلينا نسألك سؤال ثالث، سؤال ثالث مهم، سؤال ثالث يتعلق بالجائزة لانك انت جاوبت واحد، احنا قلنا اذا جاوبت سؤالين بتربح معنا. سؤال ثالث، سؤال ثالث انتبه معي، كم تبلغ خلافة طبعا واحد من الخلفاء الراشدين والخليفة عثمان بن عفان، كم تبلغ طول مدة خلافته التي كانت أطول مدة بالنسبة للخلفاء الراشدين؟ 12 12 تأكد تأكد. طيب بالنسبة لل 12 شوفوا إذا هذا السؤال الأخير، إذا أنت مخطئ في الإجابة الإجابة مالها؟ الإجابة تسقط يعني والجائزة تسقط، الجائزة تشرد تروح تهرب. طيب خلاص انت حر. مرة أخرى 12 عام تأكد تأكد. الإجابة صحيحة نعم 12 عام هي مدة خلافة عثمان بن عفان، وكان هذا هو آخر سؤال. أعزائي المشاهدين حصلنا على إجابتين لهذا السؤال. السؤال الأول يقول طبعا ميناء بري طبعا هو ميناء جمركي، أين يقع هذا الميناء وما اسمه؟ مديرية شحن. وما اسم الميناء؟ ميناء ناعي الجمرك. جمرك شحن. جمرك شحن نعم. وبالنسبة لسؤال نسبة الماء لجسم الإنسان بالنسبة التي تساويها نسبة الماء للأرض لم يستطع الإجابة عليه، ولكن أجاب على السؤال الثالث الذي يقول كم هي مدة خلافة عثمان بن عفان الذي حكم أطول مدة حكم فيها بين الخلفاء الراشدين، وكانت 12 عام وإجابة صحيحة نعم. وبهذا أنت تستحق الجائزة معنا، ونقول لكم مبروك عليك. جائزة قدرها 10,000 ريال مقدمة من محافظة المهرة من محافظ المحافظة، مبروك عليك الجائزة. يلا يلا نشارك ننمي فينا المدارك، للفايز الله يبارك ونقول له مبروك عليك. أثار بعد الأماجد قلع حصون ومساجد، نسألكم نسرد مشاهد، مبروك مبروك عليك. ننمي فينا المدارك، للفايز الله يبارك ونقول له مبروك عليك. أثار بعد الأماجد قلع حصون ومساجد، نسألكم نسرد مشاهد، مبروك مبروك عليك. ومعكم في عدن، واليوم عم منفد شحن، ومعنا الأسئلة ومعنا كمان الجوائز، ومنتظرين المشاركين معنا من الجميلة عدن. نشوف كيف أجواء هذه الحلقة في عدن، خليكم معنا.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الله يحفظك إن شاء الله. عرفني عن اسمك الكريم. عبد الله محسن الحزي. أهلا وسهلا فيك عبد الله، من عدن أو زائر؟ من يافع إن شاء الله. أهلا وسهلا. الله يسعدك. لا أنا مقيم. أهلا وسهلا فيك. أخي معي ثلاثة أسئلة، لو جاوبت على سؤالين تفوز معي بجائزة مالية مقدمة من محافظة المهراب، ما إنه برنامجنا يسلط الضوء على أهم المعالم والآثار والعادات والتقاليد في المحافظة، في محافظة المهراب. أسألك نقرب حظنا يمكن نفوز. السؤال الأول يقول: ميناء بري يتم فيه تبادل البضائع بين سلطنة عمان والمهرة، ما اسم هذا الميناء والجمرك البري؟ بري منفذ شرورة. لا، هو ميناء بري، ميناء وجمرك بري يربط بين المهرة وسلطنة عمان ويتم فيه تبادل البضائع وتصل فيه البضائع من سلطنة عمان. طيب السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده يقول: يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج عن توزيع لحم الأضحية العيد، يقول الله في سورة الحج: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أيهما أشد فقرا؟ هل هو المعتر أم القانع؟ أكيد بيكون المعتر. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج عن توزيع لحم أضحية العيد: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. أنت تقول إنه المعتر أشد فقرا، إيش السبب؟ عندك فكرة أصلا المعتر، كلمة المعتر إيش تعني أو من هو المعتر؟ المعتر بيكون اللي الفقير اللي ما عنده بياس مثلا بيشتري الأضحية زي كذا. يعني قصدك إنه يسأل المساعدة أو يطلب من الناس المساعدة؟ يطلب. هذا يطلب. معتر. طيب القانع من هو القانع؟ الغانع معتر صح، اللي هو يطلب المساعدة من الناس. طيب القانع، الغانع اللي صح انه يعني فقير وكذا بس ما يسأل الناس، يسأل الله عز وجل. يعني مقتنع باللي عنده. مقتنع. هذه إجابة نموذجية، اوكي تمام. باقي سؤال، لو جاوبت عليه تفوز معي بالجائزة. السؤال يقول: إذا رأيت مجموعة من طير النعام لها ريش أبيض، على ماذا يدل هذا؟ إذا رأيت، طبعا معروف انه النعام ريشها جميل وملون ومن اجمل يعني الطيور، لكن اذا رأيت مجموعة من طير النعام ولها ريش ابيض في ذيلها، هذا يدل على ايش؟ يدل على السفر. لا، ريش النعام مشهور، بس لو رأيت مجموعة من على السلام. شكرا لك اخي، رمضان كريم وكل عام وانت بألف خير. علينا وعليكم ان شاء الله بالخير واليمن والبركات. نشوف الاخ لو يحب يشارك معي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ تمام الحمد لله. عرفني عن اسمك الكريم. احمد فاتك. احمد، معي ثلاثه اسئله، لو جاوبنا على سؤالين من اصل الثلاثه اسئله بتفوز معي بجائزه ماليه مقدمه من محافظه المهره. نقرب حظنا. نقرب. بسم الله. طيب السؤال الاول يقول: ميناء بري يتم فيه تبادل البضائع بين سلطنة عمان ومحافظة المهرة، ما اسم هذا الميناء والجمرك البري؟ ميناء حوف. لا، ما عنديش خلفية صراحة في الأماكن. لا. طيب نسأل السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج طبعا عن توزيع لحم الأضحية، أضحية العيد: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أيهما أشد فقرا؟ القانع أم المعتر؟ أعتقد المعتر. إيش السبب؟ المعتر هو. من هو القانع ومن هو المعتر؟ المعتر هو اللي يسأل الناس يعني. يعني يكون بحاجة لهذا الشيء، أما المعتر اللي يكون يعني يسأل هذا الشيء بس ما يطلبش، يكون ساكت. لا، أنت يعني كذا من جديد. من جديد. الإجابة. المعتر. من هو المعتر ومن هو القانع؟ المعتر هو اللي يسأل الناس. يسأل الناس. أيوة. يطلب المساعدة من الناس. أيوة. القانع بصراحة ما عنديش فكرة، مش حارف القرآن حرام. هو فعلاً المعتر هو من يطلب المساعدة من الناس، بيسأل الناس المساعدة. باقي القانع. مش حارف القرآن، باقي تفسير عندي أصلاً حرام. طيب
شكرا لك، رمضان كريم وكل عام وانت بألف. علينا وعليك ان شاء الله بالخير يا رب. برنامجنا عبر قناة عدن الفضائية اسمه مبروك عليك، معي ثلاثة أسئلة، لو جاوبت على سؤالين تفوز معي بجائزة مالية قدرها 10,000 ريال مقدمة من محافظة المهرة. وبرنامجنا نسلط الضوء فيه عن أهم العادات والتقاليد والأماكن التاريخية والأثرية في المهرة، بما أنه البرنامج عن المهرة. فالسؤال الأول دائما يكون من المهرة. طيب، السؤال يقول: ميناء بري يتم فيه تبادل البضائع بين سلطنة عمان والمهرة، ما اسم هذا الميناء والجمرك البري؟ طيب في خيارات؟ لا ما فيش. طيب نحن نسمع على شحن. شحن. شحن ايوه. شحن. شحن. عن شحن. شحن ايوه، دائما في موجود المهرة و سلطنة عمان. ايوه. وفي في ايوه ايوه ايوه، أيوة. وفي برضه يمكن صلالة. صلالة مش مش. الجواب الصحيح هو منفذ شحن، فعلا الجواب صح. هذا أول سؤال جاوبت عليه بشكل صحيح. السؤال الثاني، باقي معنا سؤال لو جاوبنا عليه بشكل صحيح تفوز معي. السؤال يقول: يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج عن توزيع لحم أضحية العيد: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أيهما أشد فقرا، المعتر أم القانع؟ المعتر. المعتر. نعم. القانع يمكن اللي هو مستكفي، مستكفي نفسه يعني لا يسأل الناس الحافة، هذا القانع. والمعتر اللي خلاص تقريبا مع ولا معه أي حاجة خلاص، وصل 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 للصفر تقريبا، يعني هو اللي محتاج المساعدة. أيوه أيوه أيوه. عارفني هاني محمود. هاني أخي، هاني مبروك عليك. إجابات صحيحة، ألف مبروك لك، هذه جائزة مالية قدرها 10,000 ريال مقدمة من محافظة المهرة. شكرا لك ورمضان كريم، كل عام وانت بألف خير. بالتوفيق إن شاء الله، مع السلامة. بهذه الإجابة الصحيحة نكون وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، إن شاء الله ملتقانا يوم غد إن شاء الله في حلقة جديدة من المهرة لعدن، إلى اللقاء. يلا يلا نشارك، ننمي فينا المدارك، للفايز الله يبارك ونقول له مبروك عليك. أثار بعد الأماجد، قلع حصون ومساجد، نسألكم نسرد مشاهد، مبروك مبروك عليك. ننمي فينا المدارك، للفايز الله يبارك ونقول له مبروك عليك. أثار بعد الأماجد، قلع حصون ومساجد، نسألكم نسرد مشاهد، مبروك مبروك عليك. المهرة ديره مجيدة، بوابة أرض السعيدة، هات الإجابة الأكيدة ونقول مبروك عليك.